السلام عليكم الاخوان، رمضان مبارك سعيد. كما كتشوفوا معنا هذه فورت فوكس 2010. المشكل اللي فيها هو ان لومبرياج خوا وتافيتاس مبقى كيدوز، مع العلم ان الزيت ولات كتخرج ما بين الجروب موتور والبواط دو فيتاس. اجي تشوفوا معنا المشكل اللي فيها. فوالا، هذا هو المشكل اللي فيها. لومبرياج خوات، شو حالو هكا ولات. الزيت كامل خوات من الريزرفوار ديالها ديال الزيت، ولات كتخرج من جهة الجروب موتور والبواطا فيتاس. هادشي كيعني ان البيتي هي اللي مشات، وهاد البيتي اللي هي عبارة عن فيران سامبليفي اللي كيتكون من جوج ديال لي زاريد ويل. اريد ويل هنايا هي كتركب بحال هكا، عنده واحد الاريد ويل هنا كتمنع الزيت ديال البواطا فيتاس باش ما يخرجش، واريد ويل الداخل ديال الزيت ديال البيتي اللي هو ديال لومبرياج، ما تيخليش الزيت يخرج. هاد الاريد ويل هادي مشات خسرات، مع العلم ان هاد البيتي اللي كانت راكبه فيه ماشي شي مارك لي اوريجينال، ما فيهاش حتى ريفيرونس. حنا جبنا هاد لامارك هادي فاليون اللي معروفه، ماركه زوينه. هاي كيف ما كتشوفوا بلي ريفيرونس ديالها بكل شيء. ان شاء الله غادي نركبوها وغادي نحيد المشكل. فوالا، هادي لا ريزو. فوالا، هادي مارش اريير، نديرو برومي. بهاد المناسبة مزيان نهضرو على هاد الموضوع هذا، علاش البيتي كتمشي. لو في باش تبقى مورك بزاف على لومبرياج، راه كتابليكي واحد لابريسيون كبيرة على لابيتي، سي نورمال غادي تفرع لاريد ويل، شي حاجه اللي عاديه. دونك لومبرياج دار باش تبدل لا فيتاس فقط وتحيد رجلك على لومبرياج، ما تبقاش مورك على لومبرياج كاع نهائيا. فوالا دوزيام، والسلام عليكم ورحمه الله.